حول الأسواق العالمية ينضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد. خليني أبدأ بهذا التغير الهيكلي اللي عم نشهده على الداو جونز. يعني واضح بأنه يعني شركات منذ قرن بدأت تغادر هذا المؤشر. هل ستبدأ شركات التكنولوجيا بالفعل السيطرة على الداو جونز وغياب للقطاع الصناعي اللي هو المكون الرئيسي منذ إنشاء المؤشر؟ بلا شك هذا الأمر يحدث، لأنه إذا بدنا ننظر للتباين بالأداء نلاحظ أن الـ S&P 500 وكذلك النازداك يرتفعان في الآونة الأخيرة مقابل تراجعات في الداو جونز، لأنه كان معظمه من الشركات الصناعية والصناعات التحويلية، وبالتالي هي القطاعات المتضررة حقيقة، بينما يعزى ارتفاعات الـ S&P 500 والنازداك إلى قطاع التكنولوجيا، والذي هو يقفز يعني ليبينج بطريقة واضحة جدا، ويعزز ارتفاعات هذه المؤشرات من خلال الشركات التكنولوجيا على وجه التحديد. بالتالي دخول شركات التكنولوجيا على سبيل المثال مثل تسلا والعملية التي تعد إلى إدراجه أيضا في المؤشر داو جونز، ممكن يدخل عندي ويزيد من ثقل قطاع التكنولوجيا داخل الداو جونز، حتى يعود هذا المؤشر ليعبر نوعا ما عن قادة أو أكبر الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو كان الاستهداف الخاص بهذا المؤشر. وبالتالي خروج إكسون موبيل في الوقت الراهن بعد 100 عام داخل هذا المؤشر ما هو إلا دلالة على أن القطاعات التقليدية متضررة بشكل كبير، ولم يكن كورونا إلا هو يعني القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لهذه الشركات المتضررة. إذا نظرنا إلى أسعار النفط فالإكسبكتيشنز تبعها ليس من المتوقع أن ترتفع، وارتفاع سيؤثر على الاقتصادات العالمية. بالتالي كإكسون موبيل ممكن جدا أنه يكون يعني آفاقها سلبية أكثر بالفترة القادمة، وخروجها من أكبر 30 شركة لا يعني أبدا حتى الآن انهيار الشركة. نعم سيد رائد، دعنا ننتقل إلى موضوع النفط. النفط ما زال متذبذب في نطاقات ضيقة بين ارتفاع وانخفاض، يعود ذلك بطبيعة الحال إلى خليج المكسيك، هذا إضافة إلى تأثر وانخفاض مؤشر ثقة المستهلكين للشهر الثاني على التوالي. إلى أي مدى من المتوقع أيضا أن نشهد المزيد من التأثر، خصوصا مع توقف 84% من الإنتاج في خليج المكسيك؟ بلا شك أن العاصفتين اللي كانوا في خليج المكسيك سببوا نقص وتراجع في الانتاج، وبالتالي ذلك حقق نوع من الوفرة لأسعار النفط. ولكن إذا انتبهنا إلى تصرف أسعار النفط لم تتمكن من الارتقاء بشكل واضح وقوي، لأنه صحيح. شروط المعادلة لا تزال قائمة، وهي أنه لا يزال الطلب عندي متضرر وبشكل كبير جدا، وأيضا إذا ما جمعنا تخفيضات الانتاج التي تحدث سواء الطوعية أو غيرها تواجد أو تقابل أو تجابه الانخفاضات في الطلب، اللي هو تراجع من مستويات 100.1 قبل كورونا إلى الآن نحن عند مستويات 94 مليون برميل يوميا، هذه هي المستويات، وممكن يضغط بالاتجاه الهابط بشكل أكبر، وأعتقد هو فعليا عند 85 مليون برميل يوميا، هذا هو الطلب الفعلي. بينما الانتاج أو المعروض النفطي بعد كل التخفيضات وعلى الرغم من بعض التوقفات التي نشهدها حاليا، إلا أنه لا يزال يصب في نوع من الاستقرار في أسعار النفط مع ميل إلى التداول العرضي. بالتالي ارتفاعات أكثر في أسعار النفط سيضر ذلك بمؤشرات أسعار المستهلكين بشكل أكبر، وسوف يحجب القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وذلك سيكون له مضار سلبية. بالتالي في الوقت الراهن لا أتوقع أن يكون هناك ارتقاءات أو ارتفاعات كبيرة، وتكتفي مستويات أسعار النفط على سبيل المثال WTI بتراوح ما بين مستويات 43 دولار للبرميل وصولا إلى مستويات 41 دولار للبرميل. أعتقد هذه المنطقة سنستقر فيها لفترة ممتدة أكثر، حتى نرى إيجابيات أكثر مرتبطة بتحسن الطلب ومرتبطة بعودة الاقتصاد إلى طبيعته، وذلك مرتبط بشكل كبير باللقاح ونتائجه وتفاعل المستهلكين إجمالا كعادات استهلاكية مع هذا اللقاح. نعم رائد، الذهب اللي كسر مستويات 1920 دولار بالأمس، يمكن مع القوة اللي عم نشهد على تحركات الدولار، يمكن الأبرز ما سنراقبه خلال نهاية هذا الأسبوع هو حديث جيروم باول. برأيك إلى أي مدى قد يعطي أي اختلاف يمكن بحديثه حول السياسة النقدية، وخصوصا أنه إحنا عم نشوف مستويات الإصابات بكورونا يمكن عم تصل لمستوى قياسي الآن، 24 مليون إصابة حول العالم؟
يعني إذا بدي أعزي تراجعات الذهب فهي بلا شك مرتبطة بالدولار الأمريكي والقوة التي يشهدها حاليا بانتظار حديث جيروم باول، ولكن جيروم باول من الصعب جدا أن يصرح بأي تصريح بعيد عن أن يكون دوفش أو حمائمي إن صح التعبير، يعني سوف تكون تبقي على السياسة التيسيرية لفترة ممتدة أطول والبقاء على أسعار الفائدة لفترة ممتدة أطول، وهذا ما يترجمه الأسواق وتترجمه الأسواق بأنه لا يوجد بديل للمستثمرين إلا التوجه نحو خزانات قيمة، لأن بهذه السياسات التحفيزية الضخمة سوف يكون هناك بلا شك ارتفاع في مستويات التضخم الذي ارتفع من مستويات في الولايات المتحدة الأمريكية من مستويات قرابة 0.3 إلى وصولا إلى 1% على الصعيد السنوي خلال فترة قصيرة جدا بنتيجة هذه السياسات التيسيرية والتحفيزية، بالتالي بلا شك سوف يترجم ذلك الذهب، ولكن هو حاليا يقبع تحت ضغط وقد يفقده هذا الضغط مستويات الـ 1900 دولار للأونصة، ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل هو ميال لمزيد من الارتفاعات في ظل وجود السياسات التحفيزية التي ستضغط على الدولار الأمريكي والتي ستجبر المستثمرين إلى الاتجاه نحو يعني خزانات قيمة تماما كما توجهوا إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة وكانوا انتقائيين باختيار قطاع التكنولوجيا، من الصعب جدا أن يتجهوا إلى الإبقاء على الدولار الأمريكي أو حتى شراء السندات التي تعتبر عوائدها منخفضة ومتراجعة بشكل كبير ولا تعبر عن فرصة استثمارية لهم، بالتالي سوف يتجهون إلى الذهب مجددا. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب، شكراً.